زيارة سيادتك دي هتفضل محفورة في قلوبنا طول العمر. طب يلا بقى خد الحاجة واتكل على الله. اتفضل يا حاج. يلا يا ولاد يلا يا ولاد يلا. ايه هتفضل واقف كده على طول؟ اتفضل اتفضل. يلا بدرية. وانت مش هتتفضل برضو اللي ايه؟ ها؟ مش هشوف مصلحتك؟ يلا قول. وبقول لك ايه؟ ها؟ وبعدين عرفنا و يلا 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 يلا. واحنا مش هنشوف مصلحتنا برضو ولا ايه؟ طب احنا في ايه ولا في ايه بس؟ واحنا بنعمل حاجة غلط؟ احنا مش مخطوبين لبعض. يا مؤاخذة يا محسن بيه، اصل مش جاي لي نوم. لا السهر وحش علشانك، خش نام يا حاج. الفكرة يا محسن بيه، اصل كنت عامل استبدال معاش وكانوا بيخصموا مني 15 جنيه كل شهر. جم الشهر ده ما ادونيش العلاوة. معلش، خد يا عم شبانة تعال. ملوش لزوم يا بيه. ازاي بقى؟ اسمع تعالى خد. الحبايه الزرقاء. ايوه الحبايه الزرقاء. يبقى ادعي لي يا عم شبانه. بلاش دوشه بقى، احنا مش فاضيين لك، خلينا نروق. الراجل قرقش ال كنا بنقول ايه بقى؟ ما تتلم بقى، الراجل اخد بيل. انا قلت يمكن تحبوا تشربوا شاي ولا حاجه. هو البيت ده ما حدش بينام فيه ولا ايه؟ اصل انا اخويا كنت داخله جمعيه عشان اجوز رأفت وقبضتها الاول. ولما جه ميعاد قسط الجمعيه كان شطب على اللي ورايا واللي قدامي. والوليه بقى ام ميرفت بتاع الجمعيه. خد الصوت. خد يا حاج، ربنا يخليك وما يشحطط لك ولية أبدا. الحاج بيندى عليكي. حاضر. عايز صيّة. عايز ايه؟ صيّة. انت هتتطير علينا؟ روح اتطير في الحمام اجري، ويلا عشان تنام عشان المدرسة الصبح. انا مش هروح المدرسة تاني. ليه؟ اصل ما دفعتش المصاريف، ولو رحت هيمشوني. ده احنا بنتقلب هنا. خد يا حبيبي. ايه ده؟ فياجرا؟ فياجرا. هات واحدة. خد. لا 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 لا، ده مضر للبول. لا روح اعمل اللي انت عايز تعمله وخش نام. يلا يلا. طب هات المصاريف. خد يا حبيبي يلا. التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت. يا ليل يا عيني، يا ليل يا ليل يا ليل يا حلو يا اللي غرامك في الفؤاد شبابيك، انا قلبي شافك وانشبك بيك، ولا فيش كويني غير بصك من فين تراخر؟ ده ايه الليله السودا المنيله ب60 نيله دي؟ مش عارف يا باشا، مش عارف ايه اللي حصل. موجة، خش البيت اللي جوه دي، اقعدي معاها شوية عقبال ما اتكلم مع رافت كلمتين. حاضر. ايه اللي حصل؟ يا باشا انا كنت كويس. وفجأة تعثرت. تعثرت ليه انت راخر؟ يمكن يا باشا عشان أول مرة أمسك إيديها. هو أنت طول التسع سنين خطوبة ما مسكتش إيديها؟
ما انا ما كانش ينفع امسك ايديها سيادتك، افرض مسكت ايديها وما حصلش نصيب يعني وما اتجوزناش، كنت اسيبها كده ممسوك ايديها تتلطم في الدنيا؟ اه فعلا صحيح، ما حدش يرضى يتجوز واحده ممسوك ايديها قبل كده. اسمع انت سيبك من ايديها خالص، اعتبر ان ملهاش ايدين، الليله دي ليله الدخله مش ليله الايدين. يعني نسيبنا من ايدينا خالص؟ سيبكم من ايديكم، انتوا هتمشوا على السلك. سيبك من ايديها، هي ايدك انت هي اللي تبقى شغاله. يا هبله، ده جوزك حلالك. ما انا سبته يشوف شعري. يا سلام، يعني انت عايزه تفهميني 9 سنين ما امسكش ايدك، ما بسكيش، ما حضنكيش، ما فيش اي حاجه؟ انا لا والله عمري ابدا. جاتك خيبه، جاتك نيله يا هبله. ده عايز نقلع هدومي. هعمل كده فعلا يا باشا؟ اقعد بس اقعد، انت اتخضيت كده ليه؟ الله، وانا بغشك؟ بديك وصفه غلط؟ هو ما فيش غير كده. ايوه يا باشا، يعني بصوا احضن كده على طول. على طول ازاي؟ لازم يسخن الاول، ها؟ يدخلها في المود. تغمز لها بعينك، تلعب لها حواجبك، تضربها بايدك كده ضربه خفيفه على على اي حته يعني. ها انت مستلوح ليه كده؟ دخليه في المود، ضحكه مايسه. حركه سايعه، الاغراء مش عري، الاغراء بصه. اهم حاجه العري، بصات ايه؟ لازم تقلع ملط يا باشا. بس يعني ده مش حرامه يا باشا؟ حرمت عليك يا عيشتك، اذا كنت انا سخنت وانا بتكلم. تعرفي ترقصي؟ اظن مفيش ست ما بتعرفش ترقص. انا ما بعرفش ارقص. وانا بقول لك اعملي له استعراض يا بنت انت. طب شفتي روبي والعجله؟ ليه ليه داري كده؟ هو انا داري كده؟ طب هيفا وشاجي؟ ما شفتش الكلاب بتعمل ايه مع بعض في الشارع؟ اسمع، انا هخش انا وموجه في الاوضه، وانت هات هاني اقعد بره هنا. شكلك كده هتاخد وقت عقبال ما تفهم، ومعطر الاوضه على الفاضي، ها؟ بص اسمع، خد حبايه من دول هتعمل معاك شغل، لو ما عملتش شغل ارمي عليها اليمين واخلص من الموال ده. ارمي اليمين على مين سيادتك؟ ارمي على موجه وبعت لي تهاني، هي ليله سودة. رأفت عايزاك. البيت ده عايز له مصنع فيه اجر. فكيها بقى. حاضر. انت ايه اللي جابك؟ انت مش قلت لي تعالى؟ انا قلت عايزه رأفت. رأفت، مساء الخير. مساء النور. ممكن تبطلوا بقى لعب العيال ده؟ تعالى نام جنب مراتك. انت رايح فين؟ مش بتقولي تعالى نام جنب مراته؟ بقول لك ايه؟ زي ما فهمت؟ حاضر، يلا يلا يلا. اوعى تاخد الشريط كله، خد حبايه واحده. لو خدت الشريط كله هتجيبوا عيال دلوقتي. ها؟ وبعدين يعني شويه لعب في الاول، ها؟ ايد بطاله وايد شغاله، يعني مش خد بالك؟ تهاني بصي بصي يا حبيبتي، انت كلي كلي انت كلي اللي هو انتوا الاثنين، يعني هي تعمل لك كده انت تعمل لها كده، انت خد بالك؟ انت كده انت كده ري 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 كده تعمل ايه؟ دلوقتي ها؟